معنا مباشرة من المنامة مراسلنا ومفد الإخبارية محمد الحمادي محمد أهلا وسهلا بك معنا هل صدر البيان المشترك السعودي البحريني؟ أحمد مساء النور ما زلنا نترقب يعني حسن عفوا ما زلنا نترقب يعني انتظار البيان المشترك ولكن هناك معطيات كثيرة تمت خلال هذه بالأمس واليوم إذا ما تحدثنا عن تأكيد يعني الجانبين على أهمية العمل المشترك والدور الكبير أيضاً لكافة القطاعات في تسهيل أمور مختلفة، إذا ما تحدثنا وانطلقنا في فضاء مثلاً التعاون الاقتصادي وكانت بالأمس اجتماع المجلس التنسيقي السعودي البحريني أكد على تعزيز التجارة البينية وأيضاً هناك اتفاقيات عديدة تمت في هذه الجولة إضافة إلى ايضا هناك جانب مهم وهو تعزيز التعاون في جانب الامن السبراني وكذلك تطوير عمليه ايضا وتسهيل الامور في عمليه النقل والعبور الجمركي والربط كذلك الشبكي بين وزارتي الخارجيه في البلدين، اذا ربما هذه معطيات تعطينا يعني رؤيه شامله لما سيتم ايضا في البيان المشترك وبالتاكيد هذا البيان ستكون له جوانب عميقة جدا لتعزيز الجوانب المشتركة بين البلدين لتعزيز كذلك أيضا الرؤى والتطور كذلك إذا ما تحدثنا عن جانب مهم فالبحرين البحرين والسعودية تلتقي في موضوعات عديدة وتلتقي في يعني التعاون مشترك في عدة نقاط ومن ضمنها ربما رؤية المملكة 2030 تلتقي بشكل او باخر مع رؤيه البحرين الاقتصاديه 2030. طيب محمد يعني كيف رصدت ردود الفعل الشعبيه حول ما تم من نتائج لهذه الزياره حتى الان من توقيع اتفاقيات، من اجتماعات مشتركه، من خطط طموحه للبلدين؟ نعم حسن حينما تأخذ جولة بسيطة في البحرين في المنامة في المحرق في بعض المحافظات وتسأل الشارع البحريني ما هو رأيك في هذه الزيارة؟ ما هو رأيك أيضاً في التواصل بين البلدين؟ الكل يقول البحرين والسعودية بلد واحد وبالتأكيد هذا ما لمسناه لمسنا الكثير من التفاعل الشعبي حتى قبل قليل كنت أسأل بعض يعني المواطنين البحرينيين الموجودين ونحن في سوق المنامة الآن سألنا الكثير فكان التفاؤل كبير التفاؤل أيضا في عملية التواصل وتسهيل كثير من الأمور الجانب الاقتصادي لوحده حسن جانب مهم جدا كانت هناك اتفاقيات عديدة في هذا الجانب ومن ضمنها بالأمس كان هناك التوقيع الاولي لإنشاء شركة سعودية بحرينية تعمل في قطاعات مختلفة بحضور كان رجال اعمال ومستثمرين سعوديين وبحرينيين هذه فضاءات متعدده تنتج عن هذه الزياره التي لن تكون نتائجها فقط وقتيه ولكن ستمتد لسنوات طويله من تسهيل كثير من الامور وتعزيز التعاون المشترك طيب فيما يخص تناول وسائل الاعلام لزياره ولي العهد الى البحرين كيف راقبت خلال يوم امس واليوم متابعة الصحف متابعة كذلك القنوات البحرينية لهذه الزيارة وما أهم ما تناولته حتى هذا الوقت نعم حسن طبعا هناك تفاعل إعلامي كبير جدا الوفد الإعلامي أيضا المرافق لصاحب مم. السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله قام بزيارة لعدد من الجهات الإعلامية الموجودة في مملكة البحرين اطلع أيضا على بعض الامور التي ممكن ايضا ان تتم في التواصل الاعلامي، وبالتالي كان التفاعل الاعلامي كبير، نحن تنقلنا في عدد من الاماكن فوجدنا ايضا التلفزيون الرسمي البحريني موجود سواء في الشارع او ايضا في عدد من المنتديات وزيارات الوفود الاعلاميه لعدد من الاماكن، كذلك الصحف الرسميه كانت تتحدث بشكل كبير بعض المختصين والمهتمين في الشأن البحريني أيضا أو في الشأن الخليجي أشاروا إلى أهمية هذه الزيارة كانت هناك عدد من المقالات التي اطلعت عليها كانت تتحدث عن عمق هذا التواصل عن الرؤى لهذه أيضا الزيارة ونتائجها الإيجابية المستمرة